صفحته الرسمية على الفيسبوك أو حتى من خلال التويتر نشر فيما يعرف يعني بالكواليس اللي بتبقى في غرف خلع الملابس قبل المباراة أو بعد المباراة، سواء في لقاء الذهاب أو الإياب. الجزئية اللي احنا كنا بنشتغل عليها على مدار أسبوع كامل قبل لقاء العودة هي جزئية التحدي، وإن الأهلي كسب ما خسرش، ودي العقلية اللي الأهلي راح بيها المغرب عشان يكسب الوداد في عقر داره أمام جماهيره ويتعادل معاه إيجابيا 1-1 وبالتالي يعود بكأس البطولة. تعالوا نشوفوا لقطة كده مهمة. النهاردة إدارة الإعلام في الاتحاد الإفريقي اهتمت بنشرها من خلال حساباتها الرسمية عشان تعرفوا ما يدور أو ما يدور في الكواليس، إحنا كنا بنتكلم في إيه. بس تعالوا شوفوا ده صوت وصورة لما كانت اللعيبة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة بتقول إيه. تعالوا نسمع. بص يا جماعه، الماتش خلص ومحدش يتكلم بقى ونركز في اللي جاي يا جماعه. ايوه لازم دلوقتي نركز، عندنا اسبوع نركز فيه. بص يا جماعه، الماتش خلص ومحدش يتكلم بقى ونركز في اللي جاي يا جماعه. ايوه لازم دلوقتي نركز، عندنا اسبوع نركز فيه. ده كلام محمد هاني، وبيأكد على فكره اليو جانجل قال لك ايوه يعني طبعا ده كلام هاني في اوضه اللبس. احنا ما خسرناش، نركز على اللي جاي، قدامنا اسبوع وهنكسب هناك. وفي شوت كده بان في الفيديو، محمد عبد المنعم حتى هو متنرفز بيشوط كده حاجه قدامه لان هو متضايق ازاي نطلع بالنتيجه دي، وحس بالمسؤوليه هو وعلي معلول، وكانوا هم اصحاب الهدف صحيح اللي احرز فيه المغرب. عشان كده كان فرحتهم كبيره جدا جدا بعد احراز الهدف، لقطه تاريخيه بالنسبه لهم. الناس لازم تعرف ان مش احنا اللي كنا في الاستوديوهات او في قناه الاهلي بنقول وبنحفز اللعيبه وبنقول لهم ان احنا يعني ما خسرناش احنا كسبانين، هم من نفسهم هو بعد الماتش على بعد صفاره الحكم، ودي كمان بتبقى صعبه قوي ان انت وانت خارج من الملعب بيبقى عندك انفعالات من اللي حصل والماتش وتوقيت الهدف اللي جه، وكان ممكن 2-2 ان هم يخرجوا ويتكلموا مع بعض بالطريقه دي وكله بيسمع لكابتن الفرقه كمان، فدي كانت حاجه بالزبط كويسه جدا يعني. دكتور احمد، تطور كبير في شخصيه محمد هاني. محمد هاني اللي كان دايما في من سنتين بيتعرض لانتقادات ومش عارف ايه وكده، دلوقتي بص محمد هاني وصل ليه. محمد هاني بقى الظهير الايمن الاساسي لمنتخب مصر، بقى الظهير الايسر الاساسي للنادي الاهلي. التطور كبير جدا في شخصيته، واصبح قائد في غياب محمد الشناوي. في مباراه الذهاب احنا كنا بندور على قائد يدير الفرقه، يعرف يسيطر على الفرقه، يعرف يوجههم. انت النهارده في مباراه الذهاب خارج 2-1 بيقول لهم في اوضه اللبس خلاص يا رجاله ماتش وخلص، محدش يتكلم بقى ونركز في اللي جاي يا جماعه، احنا ما خسرناش خلاص الماتش خلص، نركز عندنا اسبوع. فدي كلمات بتدل ان محمد هاني اتطور بشكل كبير جدا، وده الملحوظ. محمد هاني بصراحه يستحق التحيه على تطوره الموسم ده، لانه عمل دوري ابطال افريقيا ممتاز. محمد هاني واحد من احسن اللعيبه في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولازم نشيد بيه لانه قدم، واحنا كنا بنشيد هنا بيه برضه في الاستوديو في فتره من الفترات في الاسابيع اللي فاتت. بصراحه يستحق التحيه، وده يعني ترجمه لتطور شخصيه محمد هاني في الفيديو ده. لا وبعدين دليل على كلام محمد ان هاني كان الراجل الاساسي في النادي الاهلي، وبعدين جه اكرم ركب في المكان ولعب وبقى كويس ولعب منتخب مصر، فده ضغط نفسي غصبا عن اي حد على محمد هاني. فكون ان هو يرجع ومش يرجع بس اساسي في فرقته ككابتن فرقه، لا يرجع كمان منتخب مصر، فدي حاجه تتحسب له. عايزه مقومات شخصيه معينه، راجل مثقف، راجل اكتسب مبادئ وخبرات من وجوده في النادي الاهلي ومن اللعيبه الاكبر منه، عشان كده قدر يوصل وربنا عوضه نتيجه، لان الحاجات دي بتيجي بالتحدي وبالاصرار وبالعزيمه، فهو عنده الثلاث حاجات دول يعني. لا ولسه في مفاجات ثانيه على فكره، يمكن في الكواليس في فيديوهات سواء هنا في مصر او في كازابلانكا هتشوفوا بقى الكلام اللي انتوا بتسمعوه من تصريحات للعيبه لما تشوفوا صوت وصوره بقى في الكواليس قبل المباراه ما بين الشوطين. كولر دخل ما بين الشوطين قال ايه للعيبه، كولر بعد المباراه دخل ايه للعيبه في اوضه اللبس في استاد القاهره. يعني النهارده اللي اتعرض ده ما يجيش واحد من عالميه من الكواليس اللي كانت موجوده في القاهره او حتى في كازابلانكا قبل لقاء العوده. فيها تفاصيل مهمه جدا، ولكن يمكن الزملاء في الاتحاد الافريقي هيعرضوا فيديوهات لان فيها بصراحه يعني هتعمل مشاهدات كبيره جدا. هم بيدونا واحده بواحده يعني بيبتدوا بس كده ايه يطلعوا حاجات صغيره. بالظبط كده. طب كلمه اخيره دكتور احمد، خلينا برضو بس نقول تاو النهارده سجل. بيرسي تاو برضو التكمله لتطوره مع النادي الاهلي، النهارده بيسجل في شباك المغرب، يمكن ده هدف مع منتخب جنوب افريقيا. بيسجل بيرسي تاو هدفه الاول منذ 25 مارس 2021، يعني بقاله اكتر من سنتين غايب
عن التسجيل، كان سجل في منتخب غانا في تصفيات كاس العالم، النهارده بيسجل. فالنادي الاهلي هو اللي بيرجع اللعيبه، وهو اللي بيرجع شخصيه. بورس بيرسي تاو كان عامل ازاي والنهارده بقى عامل ازاي لما صحيح. رجع وقف على رجليه بدنيا. ادي الجونه ده ماتش المغرب والماتش جنوب افريقيا والمغرب في تصفيات امم افريقيا المهله للكوت ديفوار. يمكن تسديده من بيرسي تاو وقعت من ايد منير المحمدي حارس مرمى المنتخب المغربي. وعلى فكره جنوب افريقيا هتبقى الحصان الاسود في كاس الامم الافريقيه الجايه. جنوب افريقيا هي متقدمه على المغرب 2-1 دلوقتي، متقدمه بشكل متصدره مجموعتها. يعني ادعوا للنادي الاهلي بقى عشان بيرسي تاو احنا فوقناه يعني. لا وبعدين بيلعب في المباراه، انا جات لي تعليقات من الزملاء الاعلاميين في جنوب افريقيا بيقولوا لي بيرسي تاو النهارده بيلعب مباراه عارف انت وكانه بيلعب من 2019 يعني عارف فاكر ماتش 2019 طبعا بيلعب بنفس التطور واحتجاج وبيزعق ولا يعني النادي الاهلي بيرجع شخصيه اي حد بيرجع الهيبه بتاعته شخصيه طبعا. الفكره كمان انا بتكلم على جنوب افريقيا كمان ليه، لان هم عندهم سان داونز اتطور بشكل كبير، فبصمات سان داونز واضحه على المنتخب. عايز اقول لك كمان النهارده كريستو